ميدو، بغض النظر إن كان غوندوغان مصيبا أو مخطئا في تحليلاته وفي نظرته للمباراة وفي من تسببوا في خروج برشلونة، هل من اللائق أن تخرج هكذا مباشرة بعد نهاية المباراة وإقصاء مر، الأنصار محبطون، تخرج أمام وسائل الإعلام لتتهجم على بعض اللاعبين وأنت لاعب جديد في الفريق ويفعلها للمرة الثانية هذا الموسم؟ أنا هذا يمثلني وبشدة والله. أنا نحب اللاعبين اللي عندهم لوتوكريتيك أوبجيكتيف، راح مباشر، ما عندوش، ليس مثل مدربيه الذي تحدث عن التحكيم أولا، وليس مثل اللاعبين الآخرين اللي يختفي وراء شماعات وأعذار. هذا راح مباشرة نحو مكمن الخلل، مكمن الخلل كان في كذا وكذا وكذا وكذا، لأنه هذا اللاعب مباراة ذهب قدم مباراة كبيرة جدا، يعني أراوخو كانسيلو واللاعبين الذين لم يخرجوا لفيتينيا، حتى حارس المرمى لما حارس المرمى هم المتسببون، لما تلقى تسديدة يسجلوا عليك من هذيك المسافة. إيه كي سون لي كوبابل في هذا الماتش؟ الجماهير ولا الحكم؟ الحكم ربما غلباتو شويه لا بريسيون في لقطه ركله في لقطه البطاقه الحمراء، ولا مصباح، وانا نقول لك بطاقه حمراء مستحقه، لكن هذا اللاعب راح مباشره نحو مكمن الخلل، فتح النار، فتح او فتح بابا ربما يتردد 100,000 لاعب اخر في فتحه في فريق، لكن هو راح مباشره فتح الباب وقال هاو الخلل وين، وهاو هو مثل ما تحدث بعد الكلاسيكو بعد الخساره 2-1، قال لك دخلت الغرفه الملابس لقيت اللاعبين يضحكوا بعد الهزيمه في مباراه كلاسيكو كان متفوق فيها بهدف مقابل صفر، وتقريبا نفس السيناريو ما عدا لقطه طرد اراوخو امام الريال، ايضا برشلونه كان متفوق بهدف مقابل صفر مسيطر مستحوذ، خسر في نهايه المباراه بلقطتين من بيلينغهام، تغييرات شافي تغييرات شافي. لكن ميدو في الانديه الكبيره لم نتعود على لاعبين يخرجون لمهاجمه زملائهم بعد اقصاءات مثل هذه. هذا عنده شرعيه توريه باش يهدر خويا؟ لا هذا مو لاعب جديد في نادي برشلونه، ما يمكنوش باش يهدر، لكن لاعب جديد باش يهدر. اسمح لي امين بنقول حاجه، بنعطيك ستاتيستيك، هذا ويامين يامال اكثر لاعبين مشاركه منذ بدايه الموسم في برشلونه خويا، هذا من لكن يبقى لاعب جديد في نادي برشلونه في مباراه الماضي، لكن يبقى لاعب جديد في برشلونه. انا مكانه لماذا لم يكن يتحدث هكذا لما كان في مانشستر سيتي؟ لانه في مانشستر سيتي لا تحدث امور مثل هذه. لا وحتى في مانشستر سيتي كان في الكثير من الاحيان اقصي الفريق، اقصي الفريق بطريقه سديجه، ما يخسرش هكذا. انا كره قدم ميدو، انت لما تعمل ريمونتاد على باريس وتفوز عليهم في 2017 كره القدم، كرة القدم جميلة، كرة القدم رائعة، ولما يعملوا عليك ريمونتادا لا كرة القدم سيئة. باش نصحوا المفاهيم اللي ما يتباش، اللي ما شافش واش صار في 2017، هم اليوم يريدون حبوا يماكيو سكين فوبا ماكي في 2017 4-0 في الذهاب و6-1 في العودة، هذه ريمونتادا، و11-11 أمس 3-2 فقط في الذهاب و4-1 في العودة، سي با مام رومونتادا، لأنه في الصحافة الفرنسية أمس أنا كنت شاهدت بلاطواتهم طيلة الأسبوع وشاهدتهم أمس يتحدثون كيف كانوا يتحدثون وكيف أصبحوا يتحدثون. الرومونتادا الحقيقية في 2017 4-0 في مباراة الذهاب 6-1 في مباراة العودة. عاونكم الحكم ميدو في الرومونتادا؟ لا، مع ساعد ريال مدريد في كل الألقاب الأوروبية التي فاز بها. لا تتفق مع تصريحات غوندوغان، شوف هو مضمونا عنده الحق، ولكن الشكل والمكان والوقت خاطئين تماما. الآن يجب مداواة الجراح، لن تداوى هذه الجراح لأنه فعلها المرة الثانية. لا قلت لك كان عليه مداواة الجراح، بارك الله فيك، كان عليه أن يتحدث بأكثر حكمة، أن يتحدث بالعموم، يقول أننا ارتكبنا أخطاء فادحة، ما يقولش، ما يخصصش الآن كيف ستكون علاقته بأراوخو. ونزيد لك، لاعب برشلونة تضامن مع أراوخو ضد غوندوغان. نعم، هذا الذي حدث. قالوا أن نحن نفوز معا ونخسر معا، علاش؟ بين باللي معنا على غوندوغان، كان على غوندوغان أن يتذكر أيضا أن الفريق لا زال ينافس على الليغا، وأنه بعد 4 أيام فقط سيواجه ريال مدريد في الكلاسيكو الذي سيكون حاسما ومفصليا في السباق نحو الليغا. ما كان عليه أن يخرج بهكذا تصريح يفجر به غرف تغيير ملابس برشلونة، لذلك كان مخطئا. المضمون صحيح لكن الشكل خاطئ. وكوندي ينحاز لأراوخو أمام غوندوغان، كوندي قال بأن الخسارة يتحملها الجميع وليس لاعب أو لاعبين فقط، ما رأيك في هذه التصريحات؟ محمد، رأيي أن غوندوغان لاعب لما كان في مانشستر سيتي كان قريب جدا للمدرب غوارديولا، ونشوفه أن في معظم الفرق هكذا، فرق كبيرة دائما تلقى لاعبين في عوض مدرب، وهو يعني هذه العقلية داها من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي صح
المباراة اللي يفوزوا بها أكثر من اللي ينهزموا بها، الألقاب اللي مديها هو في مانشستر سيتي عدة ألقاب في مستوى جد عالي، لما جاء لفريق برشلونة سمح يعني في عدة عروض جاته يعني بأضعاف المضاعفة تاع الأموال، لكن هو حب يلعب في برشلونة. كان قادر يبقى في سيتي، هو اللي اختار ذهب. كان قادر يبقى في سيتي ولا كان قادر يروح للسعودية يعني يمضي بأضعاف المبلغ اللي راهو يديه في برشلونة، لكن هو فضل حبي يعني يرتدي قميص برشلونة. هذا شيء يحسب لهذا اللاعب غوندوغان يعني في أعز عطائه في المستوى العالي اللي راهو فيه جالي برشلونة. أنا نشوف يعني عنده الحق وما عندهش الحق. أولا كقائد يعني هو دائما حتى وين ما يلبس شارة القيادة غوندوغان يعتبر قائد في الميدان. أروخو عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام قال: كرة القدم التي منحتني الكثير من الفرحة هي اليوم تضربني بقسوة. قال بأني أتألم بعد هذه الخسارة وهذا الخروج، خاصة أن مجمل الصحف في إسبانيا حملت أروخو المسؤولية الكاملة بعد هذا الخروج، وأيضا انهالت بشتى الانتقادات على تشافي، ويقال الآن بأن تشافي تنتظره عقوبات قاسية بعد قرار طرده من المباراة، وكذلك بعد عودته إلى أرضية الميدان في بعد صفرة النهائية وتوجيه كلمات قاسية للحكم ميدو. بسرعة لأننا نريد أن نتحدث عن باريس سان جيرمان وما فعله هو أمس. لا اليوم لما يقول لك قست على أروخو، هل أخطأ؟ هل المباراة قبل طرد أروخو هي نفسها بعد طرد أروخو؟ سين رياليتي اللي أجوردي فو أكسبتي، لازم اللاعب هذا يتقبل. هذا هو مشكل لاعبي برشلونة، هؤلاء اللاعبين منذ 9 سنوات منهم من رحل ومنهم من لا يزال، منذ 9 سنوات يمرغون رأس برشلونة في التراب أوروبيا منذ 9 سنوات، وفي كل مرة نجد الأعذار: تحكيم، أرضية الملعب، عشب طويل، عشب ماشي مسقي، لا كان لا. وبرشلونة لن يشارك رسميا في كأس العالم للأندية، لأنه لو تأهل وأقصي أتلتيكو كان يحتاج برشلونة إلى الفوز في نصف النهائي، لو تأهل وفاز في نصف النهائي وتأهل النهائي كان ممكن أنه يروح مكان أتلتيكو. اليوم رسميا لن يلعب كأس العالم للأندية وسيفقد 50 مليون أورو بسبب عدم مشاركته في كأس العالم للأندية اللي كان ممكن تنقذها. أنا اليوم نعود فقط لغوندوغان، أنا قلت لك أنا مكانه أو حسين لعب سابق تلعب في الحومة، نعم، دير جرون ماتش ومبعد يجي واحد يخسرك تزعف. وما أدراك أن تشالنج كيما دوري أبطال أوروبا. لكن عندك حق تحفظ ووجب تحفظ ميد. ما كاش حق تحفظ، لا مباشرة ما كان من الخلل في هذا وهذا وهذا. أعتقد بأنه اللي يتبع برشلونة بمشي بقلبه، نعم، بعقله يعطي له الحق لغوندوغان شادر، لأنها الحقيقة المطلقة. كان يقول له قال لاعبين يهضروا بطريقتك، زعما يطبقوا طريقتك في الأندية. صرا مشاكل كبيرة. نادي ما عندوش مشاكل، تفجر كل غرف تغيير ملابس الأندية ومن بعد يروحوا يلا قول يا غندوغان لا الدكان. الحكم أخطأ مع قانون لا 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 لا. وتحدث بطريقة أكثر عمومية. لو تحدث تشافي عن اللاعبين الأمر كان سيكون أهون، لأنه تشافي هو المدرب، يعني نظرة أبوية للاعبين ونظرة علوية للاعبين. لكن أروخو مع غوندوغان يعني هناك نظرة أفقية بين اللاعبين، أنت زميلي لا يمكنك أن تنتقدني هكذا مباشرة أمام الإعلام. ينتقده من أجل أن يصحح أخطأه، لأنه ممكن ينتقده النصيحة على الملأ فضيحة ميدو. لا لما لكن لما هذا فضح زميله. لما تحدث بشابير على الليغا وكلاسيكو ماسيري، كلاسيكو مصيري في حال فوز ريال مدريد تنتهي الليغا، لكن في حال فوز برشلونة تبقى 5 نقاط فارق. دعونا يا جماعة، يبقى يا جماعة دعونا نتحدث قليلا عن العودة الصاروخية للكتيبة الباريسية. من كان مهندس هذه العودة؟ طبعا هو لويس أنريكي الذي حقق ريمونتادا في 2017 مع نادي برشلونة أمام باريس سان جيرمان، ويكررها مرة أخرى. ميدو لا يعترف بأنها ريمونتادا تاريخية، ولكنها تبقى ريمونتادا لأنه 3-2 في الذهاب ثم هدف مقابل صفر في العودة، أصبحت نتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، ثم يعود عليك الفريق الآخر ويسجل عليك 4 أهداف كاملة. هذه تبقى ريمونتادا تسجل في كتب التاريخ وتحسب للمدرب لويس أنريكي.